بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم يا شباب. إن شاء الله احنا النهاردة بنتكلم عن المحاضرة رقم 10 والأخيرة في الكورس تقييم الأثر البيئي Environmental Impact Assessment EIA. المحاضرة اللي فاتت احنا اتكلمنا عن التأثيرات البيئية السلبية لأي مشروع وإجراءات التخفيف منها، وده بيكون شابتر مهم جدا وبيتبني على وصف المشروع، بيختلف من مشروع لتاني زي ما وضحنا في المحاضرة رقم 9. المحاضرة العاشرة اللي احنا فيها Lecture 10 بنتكلم عن حاجة اسمها خطة الإدارة البيئية Environmental Management Plan EMP. اوكي، EMP خطة الإدارة البيئية، ده بيقول انت كصاحب المؤسسة، كصاحب المنشأة، المصنع، المحطة، المشروع ده، ايه الخطة البيئية اللي انت هتمشي عليها عشان تثبت للدولة والجهات الحكومية ان انت تبقى ملتزم بقوانين البيئة، وان انت هتمارس الأنشطة الصناعية او الخدمية او الطبية او التعدينية بتاعتك، اوكي، وزن الليميتس اللي بيقول عليها قانون البيئة. كويس كده؟ وبالتالي الخطة دي بتشمل ان انت اول حاجة بتعمل جدول بتلخص فيه التأثيرات البيئية السلبية اللي احنا اتكلمنا عنها في المحاضرة اللي فاتت، فبتعملها بشكل تيبل، ان انت مثلا نوعية الهواء، الانبعاثات اللي طالعة، وازاي بتعمل لها ميتيجيشن، بتخفف منها او بتحد منها. كويس؟ المخلفات الصلبة عبارة عن ايه وهتصرف فيها ازاي، المخلفات السائلة عبارة عن ايه وهتعمل فيها ايه، وهكذا. كويس؟ فده بيكون تبع خطة الإدارة البيئية. تمام؟ بالإضافة كمان ان انت بتحط شوية رولز، شوية قوانين وقواعد بتلزم بيها المؤسسة بتاعتك والعاملين اللي موجودين معاك، الموظفين، العمال، غيره، اوكي، ان هم اجراءات بيمشوا عليها في حالات الطوارئ. تمام؟ وبالتالي بيبقى عندك حاجه اسمها emergency plan، خطه الطوارئ، هتعمل ايه لا قدر الله لو حصل انفجار، لو حصل حريق، لو حصل انقطاع كهرباء، لو حصل انقطاع في اي جزء من خط الانتاج بتاعك. كويس كده؟ طيب، بتشمل برضو حاجه اسمها خطه الرصد البيئي الذاتي، اللي هي عباره عن بلان بتبقى من صفحه او صفحتين، بتقول حضرتك هترصد او هتقيس، هتعمل بعض القياسات البيئيه، هتعملها فين؟ يعني عند الرياكتور ولا عند الكراشر الكساره، ولا هتبقى عاملها في الخزانات، ولا تعملها هتقيس الانبعاثات الغازيه فين؟ هتقيس الضوضاء فين؟ هتقيس التاثير الحراري او الوطأة الحراريه ثيرمال امباكت، هتقيس الحراره فين؟ كويس؟ وبالتالي هتعمل فحص طبي على العاملين ازاي؟ اوكي؟ وبالتالي دي بتبقى خطه، بتبقى من صفحه او صفحتين، بتلخص فيها انك القياسات البيئيه اللي هتقوم بيها. اوكي؟ فالاي ام بي اللي هي انفايرمنتال مانجمنت بلان، خطه الاداره البيئيه، بيبقى شابتر مهم جدا، وبيبقى مبني على الشابتر اللي قبله اللي هي التاثيرات البيئيه للمشروع واجراءات التخفيف منها. وبالتالي 10، محاضره رقم 10 معتمد على المحاضره رقم 9. تمام؟ وتسعة معتمد على وصف المشروع اللي هو بيكون بالفصل رقم 3 في اي دراسه EIA. اوكي؟ طيب، لما نيجي نتكلم، هنحاول هنا يا شباب في المحاضره دي، رغم ان انتوا هتلاقوا السلايدز كتيره، ولكن هنحاول نقول ما قل ودل، بحيث ان يعني ما نرخمش عليك فيها قوي، يعني خاصه انها اخر محاضره وان احنا بنتكلم اونلاين. اوكي؟ فبنقول ان نظام الاداره البيئيه وخطه الاداره البيئيه التارجت منها تطبيق الاشتراطات البيئيه اللازمه. كويس؟ وعند حدوث عدم التزام يتم مراجعته بواسطه مدير الاداره البيئيه للمنشاه، مع تنفيذ خطه للتصحيح بتعديل اساليب التخفيف وتطبيق نظام رصد مستمر. اوكي؟ الخطة دي بيبقى هدفها ان انت وزارة البيئة او الهيئة العامة للتنمية الصناعية او الجهة اللي بتدي لك الترخيص للمشروع بتاعك، انها عايزة تتأكد ان الاشتراطات اللي كاتباها في الترخيص انت بتطبقها، انك بتعمل فحص دوري للعاملين اللي عندك في مستشفى حكومي او في عيادة خاصة، انك بتقيس الضوضاء وبتلتزم بالليميتس بتاعته في اماكن معينه، انك بتقيس الانبعاثات الغازيه وبتحاول تقلل منها،
انك بتتخلص من المخلفات السائله بطريقه امنه، انك بتتخلص من المخلفات الصلبه بطريقه امنه، واخد بالك؟ وبالتالي خطه انت بتحطها بناء على الاشتراطات اللي وزاره البيئه او اي جهه تانية بتقول لك عليها، وبالتالي بيبقى انت عندك مدير للبيئه، مدير للشؤون البيئيه في المصنع، في المحطه، في المنشاه بتاعتك، هو اللي بيبقى ملزم انه يعمل نظام للاداره البيئيه وان هو يتخلص منها وان هو يطبقها بطريقه كويسه وطريقه تتماشى مع قانون البيئه رقم 4 سنه 94. الاداره دي، خطه الاداره البيئيه بتشمل ايه؟ بتشمل ان انت بتنفذ انشطه المشروع بتاعك باعلى مستوى من الكفاءه، كويس؟ وبما لا يضر بالبيئه او بالكائنات الحيه اللي في البيئه، وبالتالي انت سي بتنتج حمض سلفونيك بكباستي معينه ولكن بتتخلص من المخلفات الصلبه والسائله بطريقه امنه عن طريق متعهد معتمد، انك بتقدر تقلل من الانبعاثات الغازيه عن طريق انك بتركب اجهزه شفط تهويه، انك بتركب فلاتر، انك بتركب ساكشن سيستم جيد جدا، كويس؟ طيب رقم اتنين، ان الاداره دي ان انت عامل برنامج انك بتوعي وبتثقف العاملين اللي عندك، اوكي؟ يعني ايه؟ يعني ايه اداره بيئيه؟ وايه هي القوانين البيئيه اللي انت كمنشاه المفروض تلتزم بيها؟ كويس كده؟ بتدربهم، بتديهم تريننج، اوكي؟ انك بتعمل ديزاين لكل اليونتس بتاعت المشروع وبعد كده بتشغلها بحيث ان ما يكونش فيه اي ويست طالع من عندك، يبقى انت عندك زيرو ويست او زيرو اميشن فاسيليتي، منشاه ما بتطلعش انبعاثات او اي تاثير سلبي على البيئه، كويس؟ انك بتحاول تستخدم تكنولوجي تكون ابديتد محدثه بحيث ان في الاخر تستهلك انرجي قليله او تستهلك ميه قليله، وبالتالي بتقول انت استهلاكات الميه رايحه فين وازاي انك بتستهلك كميه اقل كميه ممكنه، او انك بتحاول تعمل ريسايكل للميه او بتحاول تعمل تريتمنت للميه اللي بتبقى عندك عشان تقلل استهلاكك، اوكي؟ من ضمن الحاجات ان انت تطبيق اساليب حديثه لاداره المخلفات الصلبه سواء الخطره العاديه الصلبه العاديه او الخطره، وبالتالي انت بتقول ان انت في تعاقد بينك وبين شركه واخده موافقه من وزاره البيئه انها تنقل وتجمع المخلفات الخطر، انت بتسلمها لها ومعاك نموذج دوكيمنت بتقول فعلا ان انت سلمت لها المخلفات الخطره 1 2 3 شهر كذا وكذا وكذا، وان هم تخلصوا منها مثلا سي في مدفن الناصريه في اسكندريه، وبالتالي انت بتامن نفسك، وبالتالي يبقى انت عندك خطه اداره بيئيه رشيده، كويس كده؟ فالخطه دي انت بتقول فيها، بتوصف فيها الايتمز 1 2 3 4 5 اللي احنا بنتكلم عنها، بلس ان انت بتحاول ان المنطقه ما تاثرش بالمشروع بتاعك بالسلب على المنطقه المحيطه، سواء في اشجار في المنطقه المحيطه او الطرق، او ان انت بتطلع انبعاثات غازيه كتيره جدا بتاثر على البيئه المحيطه، اوكي؟ ان انت عامل حاجه اسمها سجل بيئي وسجل مواد ومخلفات خطره، ان انت سجل البيئي ده قانون البيئه بيلزمك ان انت كاي منشاه صناعيه خدميه تعدينيه يبقى عندك سجل ان انت بتوصف فيه الانشطه بتاعتك، بتحط فيه الاوراق الرسميه بتاعه المنشاه، سجل تجاري، بطاقه ضريبيه، عقد ايجار الموقع او تمليك الموقع او التخصيص من الدوله، اوكي؟ ان انت عندك عقود بتتخلص من المخلفات بطريقه امنه، ان انت عندك الموافقات البيئه، رخصه التشغيل، بتوصف الانبعاثات اللي بتطلع من عندك وازاي بتقلل منها، بتوضح القوانين اللي انت بتخضع اليها، حاطط خطه طوارئ جيده، كل ده بيبقى في حاجه اسمها سجل بيئي، فالسجل ده متوفر، يبقى انت كده عندك اداره بيئيه كويسه، تمام كده؟ نفس الكلام السجل البيئي، في سجل تاني اسمه المواد والمخلفات الخطره. انت بتستخدم مواد كيميائيه خطره، وبالتالي بتقول المواد الكيميائيه عباره عن 1 2 3 سي سلفوريك اسيد، نيتريك اسيد، اتش سي ال، ان اي او اتش، صوديوم كربونيت، اوكي؟ بتستخدم بنزين، بتستخدم تولوين،
طب بتستخدم كميات قد ايه؟ بيبقى في جدول بتقول الماده وبتقول الكميه اللي انت بتستهلكها في الشهر او في السنه، كويس؟ طب المخلفات الخطره اللي بتطلع بتعمل لها جدول زي اللي شفناه في محاضره رقم 9. عندي مثلا لمبات فلورسنت تالفه بيطلع 10 كيلو في السنه، عندي كهن ملوثه، الاقمشه، الفوط اللي بستخدمها في اعمال الصيانه اوكي ومهمات الوقايه الشخصيه بيطلع مثلا عندي 500 كيلو في السنه، كويس؟ وبالتالي السجل المواد المخلفات الخطر مع السجل البيئي انت عامله وجاهز عشان لو اي جهه حكوميه جت تعمل اوديتنج عليك تفتش عليك، كويس؟ زي اداره البيئه في المحافظه، زي جهاز شؤون البيئه هو وزاره البيئه، زي هيئه التنميه الصناعيه اوكي، زي الهيئه العامه للبترول، زي وزاره الصحه اوكي. وبالتالي السجلات دي بيبحثوا عنها وهل موجوده ولا مش موجوده، كويس كده؟ طيب من ضمن خطه الاداره البيئيه ان انت بتعمل تدريب او تريننج زي ما قلنا للعاملين ان هم ازاي ينقلوا ويخزنوا المواد الكيميائيه اللي انت بتستخدمها، ان هم ازاي يتخلصوا يخزنوا المخلفات الخطره اللي ممكن تطلع من عندك، كويس كده؟ ان هو لو حصل اي حاله من حالات الطوارئ بيتصرفوا فيها ازاي. فخطه الاداره البيئيه بتبدا ان انت بتلخص كل المخلفات والانبعاثات والتاثيرات البيئيه السلبيه اللي احنا اتكلمنا عنها في محاضره رقم 9، بتلخصها في شكل تيبل وبتقول انت هتتعامل مع كل حاجه ازاي، بلس ان يبقى عندك خطه طوارئ، بلس ان يكون عندك تدريب للعاملين ازاي ينقلوا ويخزنوا المواد الكيميائيه اللي انت بتستخدمها، وازاي ينقلوا ويتخلصوا من المخلفات اللي ممكن تطلع من الصناعه او الانشطه اللي انت بتمارسها. ده باختصار، كويس؟ فهي دي بتبقى خطه الاداره البيئيه. وبالتالي انت لما بتلخص التأثيرات البيئية السلبية اللي اتكلمنا عنها في المحاضرة رقم 9 بشكل تيبل، بتقدر تعرف ايه هي الانبعاثات الغازية اللي ممكن تأثر على نوعية الهواء في منطقة المشروع او المنطقة المحيطة، وازاي ان انت تتخلص ايه منها طبقا لاحكام القوانين. وبالتالي بيبقى عندك علم، عندك نوليدج ازاي تعمل ادارة لمشكلة الانبعاثات الغازية اللي بتطلع من عندك، اوكي؟ لما بترصد ايه هي الانبعاثات دي وازاي انك هتخفف منها، يبقى انت كده عملت لها كلمه مانجمنت، عملت لها اداره، كويس؟ لما تقدر تعرف ايه المواد الكيميائيه الخطره اللي انت بتستخدمها، وبالتالي ازاي انقلها، اخزنها ازاي، مواصفات المخزن بتاعها يبقى ازاي، كويس؟ ايه هي المهمات السلامه والاساليب اللي انا اتخذها على اساس لو حصل اي مشكله انسكاب للماده الكيميائيه على الارض اتصرف فيها ازاي، اعمل لها سكشن، اجمعها وبالتالي اخزنها في اكياس نايلون وبعد كده اديها لمتعهد معتمد يوديها المدفن، اوكي؟ وبالتالي ادرب العاملين اللي عندي ازاي يتعاملوا مع المواد الخطر دي، ولو حصل ان في جزء من المواد دي لمس العين او تم استنشاقه بالانف من احد العمال ازاي على طول ايه الاسعافات الاوليه. وبالتالي لازم يكون عندك متوفر عندك الماتيريال سيفتي داتا شيت الام اس دي اس، صحيفه الامان الخاصه بكل ماده كيميائيه، وتترجم طبعا دي بتنزل انجلش وبالتالي تترجم بعد كده للعربي عشان العاملين اللي عندك اللي هو ما بيعرفوش انجلش او ان هم مش متعلمين يقدر بمنتهى البساطه ان هو يفهم شويه الماده الكيميائيه دي يتعامل معاها ازاي. وبالتالي لازم يكون في سيشنز، في تدريب، في حصص تدريبيه للعاملين عشان نقول ايه، دي ماده كيميائيه خطر تتخزن بالطريقه الفلانيه، ننقلها بالطريقه الفلانيه، نستخدمها بالطريقه الفلانيه، وبالتالي لو حصل انسكاب نتعامل معاها ازاي الى اخره، تمام؟ طيب مشكلة المخلفات اللي اتكلمنا عنها، لما انت تقدر تلخص المخلفات اللي بتطلع من المشروع بتاعك هتقدر ازاي تتخلص منها، سواء انك بتخزنها الاول وبعد كده بتسلمها لمتعهد يوديها لاي مدفن او لاي منطقة اعادة تدوير مثل هذه الانواع من المخلفات، كويس؟ وبالتالي يبقى انت كده بتعمل ادارة كويسة لمشكلة المخلفات الخطرة. نفس الكلام بالنسبه للضوضاء، نفس الكلام ان بيئه العمل دي لازم يكون فيها تهويه
مستمره تجدد الهواء في المنطقه، لازم عندك شبكه مياه للاطفاء، عندك مواسير ميه، عندك شكاير رمله عشان لو بتتعامل مع زيوت او شحومات او الكلام ده كله، لازم يكون عندك طفايات حريق بمختلف الاحجام ومختلف الماده المستخدمه في الاطفاء. تمام كده؟ لازم ان انت تبقى كل العمال بيرتدوا مهمات الامن الصناعي، الوقايه والحمايه الشخصيه، اوفرول، جلافز، جوانديات، بيرتدوا مثلا كمامات دلوقتي اكيد. وبالتالي لازم انت بتبقى موفر في كل ركن من اركان المنشاه بتاعتك مهمات السلامه والامن الصناعي والحمايه الشخصيه. تمام كده؟ طيب حته التقارير والسجلات، ان كل حاجه انت بتدونها، عملت تدريب للعاملين بتسجل الكلام ده، تحتاجه عشان تحصل على شهاده الايزو، شهاده الجوده في البرودكت اللي انت بتنتجه او الخدمه اللي انت بتقدمها. يبقى عندك خطه طوارئ عشان العاملين يقدروا يتعاملوا بيها في حالات الطوارئ لا قدر الله. كويس؟ يبقى عندك سجل بيئي وسجل المواد المخلفات الخطره عشان لما اي جهه تفتش عليك، اوكي، جهه حكوميه تفتش عليك، تلاقي ان انت فعلا ملتزم بقوانين البيئه وكل حاجه لها علاقه بالمنشاه انت مسجلها في تقرير اسمه السجل البيئي او سجل المواد المخلفات الخطر، وبالتالي يبقى انت كده عندك اداره بيئيه للمنشاه بتاعتك. كويس كده؟ طيب لما نيجي نتكلم عن خطه الرصد البيئي، خطه الرصد البيئي ان احنا بنقول فين الاماكن، اهي خطه الرصد البيئي اللي هي بنقول فين الاماكن اللي انت بتقيس عندها بشكل دوري الانبعاثات، تركيز الغازات، الانبعاثات الغازيه بتقيس عندها خصائص المياه سواء مياه صرف صحي او صناعي، بتقيس الضوضاء، بتقيس الوطأة الحراريه ثيرمال امباكت، انك بتعمل كشف طبي على العاملين كل قد ايه، ومين بقى اللي بيقوم بالكلام ده، وايه الاجهزه اللي بتستخدمها في القياسات دي. فالقياسات البيئيه لازم ان انت تعملها مره في السنه على الاقل، ابديتد، لازم القياسات تعمل قياسات ميجرمنتس، اوكي، وبالتالي القياسات دي التقرير لازم يتعمل بجهه معتمده زي مثلا معامل كليه الهندسه، كليه العلوم، معامل تبع الجامعات او معامل معتمده من وزاره البيئه. كويس كده؟ وبالتالي بتبقى مهمه جدا انك بتبقى بترفع من درجه وعيهم بعمليات التشغيل العمال اللي عندك، اوكي، بتخليهم فعلا ان هو كل معده، كل اكويبمنت من اللي عندك لما بتقيس لها نسبه الضوضاء او الانبعاثات الغازيه اللي بتطلع منها او الوطأة الحراريه، بتخلي العامل هو عارف يشتغل مع المعده دي ازاي والمعده دي بتعمل ايه. كويس كده؟ انك بتخلي المنشاه بتاعتك مستعده لاي تفتيش من اي جهه حكوميه. كويس كده؟ انك بتقدر تتكلم مع المسؤولين او الناس اللي بتعمل اوديتنج عليك، لو حب ان هو مثلا ياخد عينه من عندك من الويست ووتر ويحللها ويتعمد مثلا ان هو يطلعك ان انت مخالف لقانون البيئه، لما انت عامل القياسات دي بواسطه معمل معتمد وكل شويه وعارف المعدات بتاعتك وخط الانتاج بتاعك، هل فعلا بيطلع الويست ووتر دي؟ هل فعلا بيطلع الاميشنز دي؟ ولا الجهه اللي بتفتش عليك هي بتلفقها لك؟ اوكي؟ ده وارد من بعض الناس. وبالتالي انت خطه الرصد والمتابعه اسمها رصد بيئي، ان انت بتعمل قياسات بيئيه في الاماكن اللي بتحتاج للقياسات البيئيه. كويس؟ طيب بنقيس ايه؟ زي ما احنا اتفقنا بنقيس الوطأة الحراريه اللي ثيرمال امباكت، بيتقاس فين ده؟ لو عندك غلايه، عندك فرنه، وبالتالي العمال المفروض يكونوا على مسافه قد ايه من جسم الفرنه، وبالتالي عشان ما يتاثروش بالحراره وتتعب من جسمهم او تقلل من مناعتهم. بتقيس الرطوبه، اوكي، بتقيس شده الاستضاءه، يعني انت دلوقتي الضوء، شده الضوء اللي انت محتاجه في مخزن غير اللي انت محتاجه في عنبر التصنيع، غير شده الاضاءه اللي انت محتاجها في المكاتب الاداريه، واحد مكتب حسابات فمحتاج الاضاءه لازم تكون قويه جدا عشان الارقام والحسابات اللي بيعملها، اما واحد قاعد في مخزن هو بيناول شكاره، بيناول علبة عبوة بلاستيكية بيناول، فالإضاءة مش مطلوبة قوي غير لما بتاخد حاجة من المخزن وبترجع تاني،
وبالتالي بنقيس الاستدارة. اوكي، الضوضاء يتقاس فين؟ عند كسارة، عند مطحنة، كويس كده. يتقاس مثلا في أوعية خلط بتعمل ميكسينج مثلا، كويس. أما مثلا الضوضاء في مخزن المخلفات ملوش معنى قوي. ليه؟ لأن مثلا أنت ما في مخلفات بتاخدها بتخزنها بتحطها في المخزن وبتطلع على طول، أوكي، فما فيش هنا ضوضاء. أوكي، بتقيس الجسيمات الصلبة المعلقة والمستنشقة، بتقيس الانبعاثات الغازية، المواد العضوية اللي بتطلع من أوعية خلط الكيميكالز مع بعضه أو الأورجانيك ماتيريالز مع بعض، وبالتالي كل دي قياسات بيئية أنت بتعملها. فلازم كل بارامتر من ده من دول للجهاز الخاص بيه. أنا هوضح لكم في السلايدز اللي جاية شكل وأسماء بعض الأجهزة اللي بتستخدم فيه القياسات. القياسات دي لازم تتم مرة أو مرتين في السنة، كل 6 شهور أو كل سنة على حسب طبيعة القياسات، كويس كده. ولازم تكون من جهة خارج المنشأة، يعني أنت ما ينفعش أنت اللي تقيس، لا، أنت تستعين بجهة معتمدة من وزارة البيئة، معمل معتمد من وزارة البيئة، أو معامل الجامعات، كلية الهندسة أو كلية العلوم أو كلية الزراعة، كويس كده. وبالتالي هم دول اللي يقوموا بالقياسات، عشان لما يجي حد من وزارة البيئة أو من المحافظة يفتش عليك، يعمل أوديتنج عليك، تفتيش بيئي، يبقى أنت تقرير القياسات ده معتمد ومعترف بيه عندهم. أوكي، طيب، نفس الكلام من ضمن خطة الرصد الذاتي اللي انت بتعملها انك بتعمل رصد طبي للعاملين. العاملين دول اهم حاجة عندك في المنشأة بتاعتك، اهم من المعدات، اهم من الابنية بتاعتك نفسها، كويس، لان بدونهم انت مش هتعرف تنتج حاجة، مش هتعرف تأدي الخدمة بتاعتك، وبالتالي مش هتعرف تكسب، كويس كده. وبالتالي انت بتعمل فحص دوري على العاملين، امتى؟ قبل التوظيف، اوكي، بعد التوظيف كل فترة معينة، في حالات الطوارئ لما تظهر مثلا فيروسات جديدة زي كورونا كوفيد 19، اوكي، لما تكون مثلا بتعمل سجل طبي مطلوب منك لوزارة الصحة، لوزارة البيئة، وبالتالي محتاج انك تعمل فحص على العاملين اللي عندك. ده بيتم لما بتتعاقد مع عيادة خاصة، لإما من مستشفى حكومي عشان يبقى الحكومة معترفة بالحكومة، يبقى لما يفتش عليك وزارة البيئة دي جهة حكومية تعترف بالنتائج وبالفحوصات اللي انت عملتها من مستشفى حكومي. اوكي، طيب، لما نيجي نبص كده ناخد practical example. احنا كنا بنتكلم عن manufacturing of sulfonic acid، اتفقنا الكيس ستادي الحالة اللي احنا بنتكلم عنها اللي هو انتاج حامض السلفونيك. فلو جينا بصينا على خطة الرصد البيئي بتاعته، بصوا كده معايا. هنلاقي هنا في شكل تيبل، لغة المهندسين بيعبروا كل حاجة في شكل تيبل أو دايجرام، كويس؟ فمثلا بنقول هنا دي العوامل التي يتم رصدها، اول كولوم انت هتقيس ايه؟ الضوضاء، هقيس السوليد بارتيكليتس الجسيمات الصلبه، هقيس الثيرمال امباكت شده الحراره او الوطأة الحراريه، هقيس شده الاضاءه او الاصداءه، ملوثات والانبعاثات والجازز اللي بتطلع في الهواء، هعمل فحص دوري، هقيس خصائص الميه بتاعه الصرف الصحي قبل ما اصرف على شبكه المجاري العموميه عشان اتاكد هي وزين الليميتس، اوكي، اما لو اوت اوف ليميتس يبقى الميه دي اديها للمتعهد معتمد او عالجها، كويس، عشان وزاره البيئه ما تفرضش عليا غرامه. تيجي تبص على الكولوم الثاني بيقول لك اوكي انت هتقيس الضوضاء، اماكن هتقيسه فين عندك في المصنع؟ يبقى اقيس الضوضاء في الاماكن اللي محتمل يكون فيها صوت، فيها دوشه، فيها خبط، فيها طرق، كويس. فانا مثلا في مصنع السلفونيك لما بصينا على الفلو شيت في محاضره رقم 9، اوكي، انت في مواد خام، منطقه تخزين المواد الخام وتشوين المنتجات، مواد خام جايه لي، فبالتالي عربيات بتنزل، عمال بتتكلم، في دوشه للعربيات، في صوت، اوكي، فمكان محتاج اقيس الضوضاء. نفس الكلام بعد ما طلعت المنتج وعبيته وبخزنه وبعد كده بطلعه من المخازن بديله العملاء، عربيات داخله وخارجه، يبقى ده مكان يحتاج ان انا اقيس الضوضاء، كويس. طيب، منطقه خلط الخامات، في ميكسر، قلاب ميكانيكي، وبالتالي يبقى في صوت، كويس، مناطق التعبئه والتخزين، اند سو اون. طيب،
لما اجي مثلا اقيس الوطأة الحرارية يعني عند المعدات اللي فيها حرارة زي الفرن الصهرة، فرن الحرق، المراجل البخارية اللي هي البويلرز، الغلايات، كويس كده؟ طيب الكولوم الثالث بيقول لك معدل القياس، يعني انت البارامتر اللي هو الضوضاء ده هتقيسه قد ايه؟ كل سنة ولا كل شهر مرة ولا كل 6 شهور؟ فنلاقي الضوضاء انت مش محتاج كل سنة مرة. السوليدز ممكن تقول 3 شهور، السيربال امبات كل 6 شهور اند سو اون. طب الجهاز المستخدم الكولوم الثالث ده، ايه الجهاز المستخدم عشان يقيس الضوضاء؟ اسمه ساوند ليفل ميتر، كويس؟ طيب بالنسبه للوطأة الحراريه ممكن ثيرمال ستريس ميتر او ثيرمومتر، كويس؟ طب مين اللي هياخد العينات او مين اللي هيعمل القياسات دي؟ قلنا لازم يكون معمل معتمد من وزاره البيئه او احدى الجامعات المصريه. اوكي طيب تكلفه العينه تقريبا دي بتبقى ارقام بقى انت بتجيبها من المعامل، انت لو هتقيس لي الضوضاء عند كل نقطه بكام النقطه، يقول لك النقطه ب 60 جنيه، وقلت له القياسات دي بتتكلف عشان كده بتعملها مره في السنه او مرتين في السنه الى اخره. تمام كده؟ اوكي. نفس الكلام لما اجي اقيس الكونسنتريشنز بتاعه الجازز اللي طالعه، كربون مونوكسيد، سي او، سي او 2، اس او 2، اس او 3، نوكس، سوليد بارتيكليتس، الاذر، الريحه، كويس؟ فالاقي مثلا عند المفاعلات لان ده بيطلع من نائم، مش عند الغلايات، المداخن بتاعه الافران، السايكلون، المولدات السولار، دي ممكن يطلع منها انبعاثات، فبالتالي محتاج فعلا اقيس الكونسنتريشن بتاع الانبعاثات هنا. كويس كده؟ فالجهاز اللي بيقيس اسمه مالتي جاز ديتكشن اند بارتيكوليتس مونيتورنج. كويس؟ فمين اللي هيقيس؟ قلنا لازم يكون معمل معتمد. طيب. طب هتعمل فحص طبي للعمال، هتعمل لمين بقى؟ لكل العاملين اللي في المصنع، اشمعنى تعمل لناس وناس لا؟ كويس؟ طب ده المفروض يتعمل مره في السنه، مره على الاقل اتليست مره في السنه او مرتين يعني كل 6 شهور. ممكن نقول اي مستشفى حكومي او عياده خاصه. كويس كده؟ طيب خصائص الميه، البي اتش بتاعت الميه، حاجه اسمها السي او دي بتعبر عن الكيميكال اوكسجين، بتعبر كيميكال اوكسجين ديماند، بتعبر عن الملوثات العضويه اللي في الميه. كويس؟ التي اس اس اللي هي توتال سسبندد سوليد، الملوثات الصلبه المعلقه اللي في الميه. اوكي فدي هتقيسها فين؟ هتقيس خصائص الميه دي فين؟ الميه اللي خارجه من الخزان الترانش بتاعك، خزان اللي انت بتجمع فيه الميه، كويس، وقبل ما تصرفها على شبكه المجاري العموميه عشان تشوف نفسك انت مطابق ولا مخالف. لان لو جت اي جهه حكوميه خدت عينه ميه ولقيتك مخالف بتفرض عليك غرامه، فانت باي سيلف انت بنفسك بتقدر انك بتشوف انت مطابق ولا مخالف. كويس؟ طبعا الجهاز اللي بيقيس خصائص الميه معظمها اسمه سبكتروفوتومتر، هتشوفوه كويس جدا في سنه ثالثه ان شاء الله السنه الجايه في كورس اسمه الاورجانيك تكنولوجي، وبالتالي وتدربوا عليه بشكل كبير قوي. اوكي؟ طيب القياسات البيئيه اللي احنا بنتكلم عنها دي زي ما احنا اتفقنا، بقيس خصائص الميه، الاستضاءه، تركيزات الجازز، الضوضاء الى اخره. كويس؟ دي بعض الاجهزه اللي انت ممكن تشوفها في حياتك سواء وانت في الكليه او بعد ما تتخرج ان شاء الله وتستخدم. تمام؟ الجهاز ده اللي هو بص كده مكتوب هنا اهو في الـ في الـ في البلاك مينيو دي كده او البلاك سكرين دي، بيقول لك بارتيكوليت اير مونيتورنج اكويبمنت، يعني ده عباره عن جهاز بيقيس الجسيمات الصلبه اللي بتبقى موجوده في الاير في الهواء. كويس؟ فده بيبقى اسمه ده الموديل بتاعه. كويس؟ وده شكله. نفس الكلام الجهاز ده بيقيس لك، دي اشكال الاجهزه اللي بتقيس شده الضوضاء، الليفل، الساوند ليفل قد ايه، ساوند ليفل ميتر. كويس؟ ده بيقيس اللايت ميتر، اوكي، بيقيس الضوء شدته قد ايه، وكل حاجه من دي يا شباب وقانون البيئه حاطط ليها ليميتس، يعني يقول لك الضوء بيقول لك المفروض ان مثلا المكاتب الاداريه يقول لك مثلا المفروض يبقى قوته كذا شمعه لكل قدم تربيع، يعني مثلا 80 شمعه يبقى مثلا ضوء شد الضوء 80 شمعه، اوكي، لكل قدم تربيع فوت سكوير، اوكي، فوت سكوير اللي هي مثلا ايه 30 سم في 30 سم، اوكي.
فيقول لك الضوضاء يقول لك المفروض الضوضاء في الحته الفلانيه ما يزيدش عن 90 ديسيبل، وبالتالي كل حاجه من برامتر ليها ليميتس، فانا بقارن الارقام اللي بتطلع عندي بالليميتس بتاع قانون البيئه، وبالتالي بعرف نفسي انا مطابق ولا مخالف. نفس الكلام هيت ستريس ثيرمومتر، ده جهاز برضو بيقيس الغازز. لو بصينا هنا كده الجهاز الاحمر ده، هنا مثلا بيقيس الميثان، بيقيس الاكسجين، كربون مونوكسيد، الاتش 2 اس، وفي اجهزه طبعا بتقدر بتغير في الجهاز وبتقيس حاجات تانية خالص. اوكي، ده السبكتروفوتومتر اللي احنا ممكن نستخدمه ونقيس خصائص كتيره جدا في الميه الملوثه عن طريق ان احنا بنحط سامبل وبنستخدم الجهاز ده. طبعا الجهاز ده عندنا 2 موديل منه في الكليه، معمل سنه ثالثه، فعندنا جهاز موديل قديم وعندنا ده الحديث موجود في المعمل، في ان شاء الله تاخدوه السنه تشوفوه السنه الجايه في كورس الاورجانيك تكنولوجي او البتروكيميكالز مع الدكتوره سامية صبحي. كويس، طبعا ده البي اتش ميتر وليه اشكال كتيره جدا بحيث ان بيدي لك البي اتش بتاعت الميه بتبقى كام. اوكي، دي حاجه اسمها بي او دي، ده في بايو كيميكال اوكسجين ديماند، بيعبر عن جزء من الملوثات العضويه اللي موجوده في الميه، وبالتالي بيتقاس بيه السيستم او الاجهزه اللي انت شايفها قدامك دي، البوتل دي والجهاز اللي فوق ده، اوكي، اسمه اوكسيتوب، اوكي، ويعني بيبقى ليه شويه استعدادات، فهنشوف هتاخدوا اكسبيرمنت تجربه معمليه تبع اورجانيك تكنولوجي كورس السنه الجايه ازاي بتستخدم الاجهزه دي، ولكن انا بوريك شكل الاجهزه على اساس تبقى عارف ان القياسات البيئيه حاجه مهمه جدا جدا جدا، وانك كمهندس حلو جدا انك تبقى عارف ازاي تعمل ديزاين لحاجه، تعرف تشغل الحاجه دي، ازاي تعرف تقيم النواحي البيئيه بتاعتها، ازاي تعرف تعمل ابديت للماتيريال بالانس والهيت بالانس بتاعتها، ازاي تقدر تقيس وتستخدم اجهزه معمليه وتلبس البلط وتدخل اللاب، كل ده مهم جدا. فانت ككيميكال انجينير اسمك يونيفرسال انجينير، يعني مهندس جامعي جامع لكل الحاجات دي. كويس كده؟ طيب، من ضمن خطه الاداره البيئيه قلنا ان انت بتلخص التاثيرات البيئيه السلبيه وجرات التخفيف في شكل تيبل، قلنا انك بتعمل جدول اسمه خطه الرصد البيئي الذاتي اللي انا قلته لك من شويه، ان انت بتقيس ايه فين؟ بتقيس الضوضاء والوطأة الحراريه والاستضاءه والانبعاثات الغازيه والميه في المكان كذا وكذا كذا كذا، بوينت 1 2 3 4 الى اخره. كويس؟ طيب، من ضمن خطه الاداره البيئيه اي ام بي Environmental Management Plan، انك بتعمل Emergency Plan اللي هي خطة طوارئ. خطة الطوارئ دي بتشمل حاجتين، بتشمل استعدادات المنشأة بتاعتك لحالات الطوارئ زي حريق، اوكي، انقطاع كهرباء، اي مشكلة، يبقى عندك صناديق مية، عندك في شبكة مواسير مية تفتح لوحدها عشان لو في حريقة، عندك طفايات حريق بشكل بأحجام مختلفة، والماده ماده الاطفاء ماده مختلفه، كربون دايكسايد وبودره وفيومز رغاوي وميه وهكذا. كويس، وان عندك اجراءات 1 2 3 4 5 العاملين يتخذوها لو حصل كذا لو حصل كذا لو حصل كذا اند سو اون. كويس، فخطه الطوارئ دي اوكي بتبقى مهمه جدا جدا، انك لازم تعمل هدفها بمنتهى البساطه من كل السلايد دي تامين بيئه العمل. اوكي، بيئه العمل اللي انت شغال فيها والبيئه المحيطه. كويس كده، من المخاطر اللي ممكن تتعرض اليها. اوكي، بيبقى على راسها طبعا ان انت بتعمل اطفاء للحرائق او بتتحكم في اي حريق ممكن يحصل ايه عندك، فبنسميها Environmental Emergency Plan دبل اي بي EEB اللي هي خطة الطوارئ البيئية. فالهدف منها مهم جدا تبقى عارف الهدف من خطة الطوارئ، يعني كامتحان ممكن يجي لك سؤال كومبليت. وبالنسبة في الدنيا أنا بعمل خطة الطوارئ ليه؟ عشان إن أنا أقلل أو أعمل ميتيجيشن أو أعمل كنترول في أي مشكلة ممكن تحصل، إن أنا أسهل التعامل مع أي حالة طوارئ تحصل عندي، ان انا اعمل تسهيل لاعاده تجهيز وترتيب الموقع عشان استأنف العمل بعد المشكله اللي عندي دي اللي حصلت وانا قدرت اتحكم فيها. كويس كده، اوكي، وبالتالي لازم يكون عندك ناس مدربه كويس جدا على التعامل مع حالات الطوارئ.
ايه المخاطر او المشاكل او حالات الطوارئ اللي ممكن تحصل لك، لازم برضو تبقى فاهم. اوكي، في مخاطر طبيعيه زي زلازل وسيول وبراكين انت مالكش دخل فيها، كويس كده، مالكش دخل فيها، ممكن تحصل واحتمالاتها بتبقى بسيطه جدا، يكاد يكون ان هي ما تحصلش خالص. اما زي البراكين او زي انفجارات، اوكي، او زي سيول، ممكن انت المنطقه بتاعتك الهيستوري التاريخ بيقول ان منطقه المشروع بتاعك دي ما حصلش فيها سيول قبل كده، بس كل شيء بقى وارد دلوقتي، صح كده؟ كل شيء بقى وارد. طب ممكن يحصل زلزال، وبالتالي لازم تقول او تبقى عارف لو حصل حاجه من المخاطر الطبيعيه اللي انت مالكش تدخل فيها هتعامل معاها ازاي؟ يبقى مكتوب 1 2 3 4، دي الاجراءات اللي نتخذها في حاله حدوث ايه؟ زلزال او سيل. كويس؟ طيب في مخاطر بيولوجيه، زي مثلا يحصل يظهر مثلا مرض معين زي المرض اللي اجتاح العالم في 2020، كوفيد 19، فيروس كورونا. كويس؟ فساعتها تتعامل ازاي؟ في اجراءات وقائيه، تمام؟ تعمل تشيك على العمال او العاملين اللي عندك اول باول، كويس كده؟ طيب في بقى مشاكل اللي هي انت معرض ليها في اي منشاه تحصل، وتحصل مره واثنين و10 و20 وانت ماشي كده، زي مثلا حريق، الكهرباء فصلت، تمام؟ في ماسوره ميه ضربت، فلازم تبقى عارف الحاجات دي تتعامل معاها ازاي. كويس كده؟ اوكي. طيب من ضمن حالات الطوارئ ان انت مثلا سي بيقول لك مواجهه حاله الطوارئ مثلا انقطاع الميه، يبقى في خزانات ميه لو الميه انقطعت، يبقى عندي خزانات ميه تكفي تشغيل المصنع او المنشاه او المحطه لحين ان انا بسرعه اصلح خط الميه، اوكي، اللي انقطع ده، تمام كده؟ اوكي، لازم عشان تكون مستعد لحاله الطوارئ ان كل جهاز او معده في المصنع بتاعك يكون اندر كنترول، يبقى فيه مراقبه، يبقى فيه متابعه، يبقى فيه كنترول بانل، اوكي، لوحه تحكم، في كنترول سيستم، وفي ممكن يبقى انت وظيفتك كمهندس تروح مصنع او منشاه بعد ما تتخرج كل شغلانتك انك قاعد في الكنترول روم دي، وحده التحكم او غرفه التحكم، انك بتتابع كل البروسيس اللي بتتم عندك في المنشاه دي وانت قاعد على شاشه، وبالتالي البريشر زاد، لا قلله شويه، دخل افتح مواسير الميه، افتح مش عارف ايه، وبالتالي ده مهم جدا. ده بيبقى مش مهندس ليه فاليو قليله، لا ده بيبقى ليه فاليو كبيره جدا، قيمه كبيره جدا، بيبقى مهمه قوي، بيبقى فاهم كل حاجه موجوده عنده، وكمان بيبقى عارف ازاي يتعامل مع حالات الطوارئ، وهو اكتر واحد او اول واحد بيلجأوا له لو حصل مشكله في خط الانتاج او التصنيع او اداء الخدمه اللي انت بتعمل، تمام كده؟ دي كلها يا شباب ارشادات لمكافحه الحرائق، واللي يجب اتخاذها اثناء حالات الطوارئ. فممكن تبقى تقراها، هتلاقيها اللي هي تعليمات عامه لها علاقه بالدخول والخروج، لها علاقه بنظام التشغيل، وبالتالي ممكن نبقى نقرا، تمام؟ من ضمن خطه الطوارئ ان فعلا يكون عندك مولدات كهربائيه احتياطيه عشان لو الكهرباء انقطعت، يبقى عندك حنفيات ميه، شبكه ميه عشان لو حصل لا قدر الله اي مشكله، يبقى عندك في اجهزه انذار، يبقى عندك في اجهزه سنسورز بحيث انها تحس لو كميه سموك دخان زادت في مكان معين، يبقى في الارم يدي لو يعني، وفي نقطه تجمع وجرس انذار بحيث ان هو لما العاملين يسمعوا الانذار يروحوا في مكان معين او يتخذوا اجراءات ايه؟ اجراءات معينه، تمام كده يا شباب؟ وبالتالي خطه الطوارئ من اهم الكومبوننت بتاعت خطه الاداره البيئيه. فاحنا كده النهارده حاولنا ان احنا ندي اوفر فيو بديتيلز بسيطه عن خطه الاداره البيئيه اللي هي بتشمل الاتي. اول حاجه انك بتعمل ملخص للتاثيرات البيئيه السلبيه واجراءات التخفيف منها في شكل تيبل، اللي هو الجزء اللي اخدناه في محاضره رقم 9. رقم 2 من خطه الاداره البيئيه انك بتعمل خطه رصد ذاتي، اللي هو عباره عن تيبل بتقول ان في قياسات بيئيه، بارامترز هتقيسها فين، اسم الجهاز اللي هتستخدمه، هتقيسها كل قد ايه، كل 3 شهور ولا 6 شهور ولا كل سنه، كويس. الحاجه الثالثه او الكومبوننت الثالث المهم جدا في خطه الاداره البيئيه اللي هي emergency plan او environmental emergency plan، خطه الطوارئ البيئيه، ايه هي استعدادات المنشاه لحالات الطوارئ، وايه هي حالات الطوارئ اللي ممكن تحصل لك، مخاطر حريق، انقطاع ميه، انقطاع كهرباء، اوكي، زلازل،
سيول اند سو اون، كويس. فايه هي الاجراءات اللي انت هتتخذها عشان تقدر تقلل من الخسائر اثناء حاله الطوارئ دي، وازاي تستأنف العمل بعد كده، اوكي. فده اللي احنا اتكلمنا عنه النهارده بشكل كوندنسد، او بنحاول ان احنا نلخصه او نعرضه في ابسط صوره، تمام كده. طيب هنطلب من حضراتكم الاساينمنت رقم 4 لي انا، اوكي. كان في اساينمنت في المحاضره الاولى، كان في اساينمنت في المحاضره الثانيه، كان في اساينمنت في المحاضره رقم 9، وده اساينمنت رقم 4 في المحاضره رقم 10، كويس. الاساينمنت ده بقول لحضرتك على نفس المشروع اللي انت شغال عليه من زمان، اوكي، اللي هو كوست اوف سودا بلانت، مصنع انتاج الصودا الكاويه صوديوم هيدروكسيد. بقول لك كونداكت فول اي ام بي انفايرمنتال مانجمنت بلان، اعمل خطه اداره بيئيه، اوكي، لمصنع الصودا الكاويه. هتقدم لي ايه؟ خطه الاداره البيئيه بتشمل ثلاث حاجات زي ما اتفقنا، بتلخص التاثيرات البيئيه السلبيه وجرى التخفيف منها في شكل جدول، وانا هبعت لكم اكزامبل لشكل الجدول ده ممكن يبقى شكله عامل ازاي، اوكي. بتلخص محاضره 9 في شكل جدول، تمام. وبالتالي دي اول ايتم. الايتم الثاني انك بتعمل خطه الرصد الذاتي، انك في بارامترز هتقيسها، فانت هتقول هتقيسها فين لمصنع الكوستك سودا، يبقى لازم يكون معاك فلو شيت لتصنيع صوديوم هيدروكسيد، وبالتالي بتعرف انت هتقيس الضوضاء فين في المصنع ده، هتقيس الجازز كونسنتريشنز فين في المصنع ده، فانت بتعمل خطه رصد جدول زي اللي احنا شفناه في السلايدز هنا. الجزء الثالث اللي هو ممكن يبقى متشابه في معظم المصانع، خطه الطوارئ، وبالتالي لو بصيت على جزء خطه الطوارئ اللي في السلايدز دي هتلاقي بتاخد منه جزء كبير جدا 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 في خطه الطوارئ بتاعه الصوديوم هيدروكسيد بلانت، تمام. هتسلم لي الاساينمنت ده اونلاين، كويس، سوفت كوبي، هتبعته، هتعمله ابلود على جوجل كلاس روم وعلى البلاك بورد، وهتبعته للايميل بتاعي. الديدلاين يوم الخميس 14 يناير، كويس. وبالتالي ده يعتبر اخر يوم في الدراسه رسمي، وبعد كده طبعا انت هيبقى عندك لمده 3 اسابيع اجازه نصف العام، تمام. ولكن في الثلاث اسابيع دول اللي عنده اي سؤال ممكن يسالني، سواء واتساب او يكلمني في التليفون او يبعت لي على جوجل كلاس روم او بلاك بورد او باي طريقه، كويس كده. وبالتالي تحت امركم في اي سؤال. هننزل لكم لو حبيتوا ان احنا نوضح اي جزء باكزامبلز او بدراسات حاله، كيس ستاديز مثلا او حاجه، هنبعت لكم، قولوا لي وانا انزل لكم اللي انتم عايزينه على طول، اوكي. شكرا يا شباب، بالتوفيق، وان شاء الله رب العالمين هنزل لكم محاضره كده صغيره، سلايدز مثلا صغيره، تسجيل بسيط، هوضح لكم في الدرجات اعمال السنه هتكون ازاي، ونظام الامتحان هيكون ازاي. هو طبعا نظام الامتحان هيكون ام سي كيو مالتي تشويس، صح وغلط، كومبليت، هتبقى حاجات بسيطه، وبالتالي عايزينك تفهم بشكل كبير، اما اجابه الاسئله هتبقى كلام بسيط، اوكي. بالتوفيق، ونشوفكم على خير ان شاء الله. تحياتي.